معانا السيدة أم أحمد من الدقهلية. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ نعمة وفضل الحمد لله. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة وبصحة وبسلام. ايه لي يا شيخ؟ انا تعبانة. إيه بقى عندك إيه يا حاجة؟ قولي لي بس قولي لي. عندي سكر وضغط وعندي هشاشة وعندي يعني زملاء يعني لا بس لا بس زملاء الحاجات دي ما تعيطش، الحاجات دي ده جاي ربنا جايبها لنا بس عشان ترفع درجات. وانا ربيت ايتام وجوزتهم، يعني ست يعني صبرة، ست صبرة اهو. في الدنيا يعني يا شيخ والله. سؤالي ما انت ست صبرة، ايه اللي جرارك؟ ما انت صبرة اهو، ربنا الحمد لله كملك بالصبر. الحمد لله الحمد لله. اثباتي كده وربنا سبحانه وتعالى بعت لك الحاجات دي عشان يقول لك اللي هو معاكي، مش سابك لوحدك. وعشان والدليل على ذلك ان جايب لك حاجات ترفع درجاتك. تعرفي تشتري درجة في الجنة؟ ما تعرفيش. لكن بالصبر ايه؟ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. حاجه كده، حاجه كده عظيمه، حاجه كده من فضل الملك. فامسكي نفسك كده وان شاء الله ربنا يكرمك. قولي لي بقى ادعي لك بايه؟ كان ابوهم سايبهم لي صغيرين، ربيتهم وعلمتهم وجوزتهم وبصرف عليهم لغايه دلوقتي والله، عشان طبعا ما فيش شغل ولا في نفسيتي تعبانه خالص. بص اقول لك، عارف نفسيتي، انا عندي 70 سنه. الله اكبر، ده انت يا ستي يتبرك بـ 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 بالنظر اليك وبفضلك. يعني انت ربيتي الاولاد ووصلت لسن ال70 والحمد لله بتحاولي تحرسي. طب ما ده بركه، ده فضل لله. من ربنا، الحمد لله. ده نعمه. ادعي لي ربنا يفتح بيكي وعليكي، ربنا ان شاء الله يفرج عنك ان شاء الله ويكرمك كرم يعني يندهش منه اهل الارض واهل السماء، ويفتح عليكي خزائن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.